اليمن تدخل بشكل رسمي إلى النفق المظلم، الحوثي يحتل اليمن. هكذا كان لسان حال المغردين في اليمن والعالم العربي بعد إصدار جماعة الحوثي أمس إعلاناً دستورياً استكمالاً لخطوات السيطرة على الحكم في اليمن. فكان هاشتاغ الإعلان الحوثي لا يمثلني بمثابة حملة شعبية يمنية رافضة ومنددة بالانقلاب الحوثي، معتبرين أنه هاشتاغ المرحلة الذي يجسد رفض الشارع اليمني للميليشيات المسلحة وما سمي بالإعلان الدستوري. هذا بالإضافة إلى العديد من الهاشتاغات التي عكست حالة الاستياء والقلق العربي لما يحدث في اليمن. إنما أخشاه أن تعم اليمن الفوضى وأن تدك أمانها المأمول الحروب الأهلية، فاللهم احفظ اليمن وأهلها من شر حاقد لعين. الخيانات الداخلية والدعم اللوجستي الإيراني من الخارج مكن محمد الحوثي وأتباعه من السيطرة على اليمن. الحوثي يحتل اليمن، اللي يقول كيف يمني يحتل اليمن؟ أقول له حصلت انتخابات؟ لا، طيب هذا احتلال وبدعم إيران كمان. اليمن سقط بيد الحوثيين، هذه بركات ربيعكم المزعوم، سقوط عواصم عربية بيد الفرس؟ انكشف الغطاء سريعاً، الإخوان يعلنون التحالف مع الحوثيين لبناء اليمن. ومن الحوثيين إلى الحرب على داعش التي تشغل اهتمام المغردين هذه الأيام بعد مقتل الطيار الأردني، متداولين مقاطع فيديو تظهر مكافحة السلاح الجوي الأردني لمعاقل التنظيم الإرهابي من خلال فيديو يحصد عشرات آلاف المشاهدات منذ إطلاقه. من جهته يعبر الفريق ضاحي خلفان تميم عن استنكاره للموقف الأمريكي الهزيل ضد داعش عبر سلسلة تغريدات قال فيها أن أمريكا تتعمد عدم ضرب القيادة المركزية لداعش. وإلى أمور تسبب إزعاجاً للمغردين في تويتر ويعبرون عنها في هاشتاغ جديد بعنوان شيء تتمناه ينقطع من تويتر. الدعايات اللي في الهاشتاغ، المثالية الزائدة التي يمارسها البعض وهي لا تحاكي واقعهم بأي حال من الأحوال، الحسابات المنحرفة، العقول المريضة، شيء يتمناه ينقطع من تويتر، الإساءة للشعوب بمجرد اختلافهم عنا، العنصرية. وأخيراً إلى هاشتاغ عربي ساخر جديد بعنوان عبارات مضحكة. عبارات مضحكة، وصول بعثة مفتشي الأمم المتحدة، استئناف مفاوضات السلام، قمة عربية طارئة، اليمن السعيد. عبارات مضحكة، الإرهاب يهدد الأمن والسلم العالمي. عبارات مضحكة، العيش المشترك. عبارات مضحكة، الربيع العربي.